بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلا أظن أن حفلا تأبينيا مضغوطا قادر على أن يقارب عنوانا كبيرا في حجم العلامة الشيخ الستري رحمه الله، لذا اخترت أن تكون الكلمة عبارة عن خواطر عاجلة أبعثها إلى روح الفقيد الكبير، معتذرا له كل الاعتذار. فلا تملك هذه الخواطر العاجلة أن تفي له بشيء من حقوقه، ولكني أعاهده أن لا أنساه في مظان التقرب إلى الله سبحانه، وأتمنى أن لا ينسانا وهو إن شاء الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكما قلت لكم، كلمتي عبارة عن خواطر عاجلة صاغتها مشاعر الحب والوفاء، أبعثها بكل صدق إلى روح أبي جعفر رضوان الله عليه. الخاطرة الأولى: يا أبا جعفر، أيها الحبيب الراحل، بلا وداع كان رحيلك، بلا وداع كان رحيلك، كان رحيلا مفاجئا، وكان صعبا وقاسيا على أحبتك. بكاك أحبتك كثيرا، تركت في قلوبهم آهات وحشرات، ملأت عيونهم دموعا وعبرات. كان نبأ رحيلك صدمة هزت المشاعر وأثارت الشجون والآهات، وحركت كل كوامن الأسى والحزن. أحقا رحلت يا أبا جعفر؟ هكذا هاتفت نفسي: بلى، الموت حق، وكل نفس ذائقة الموت، ولكن الناس الذين ملأت الكثير من حياتهم كانوا يرون أن مشوار الدرب أمامك يا أبا جعفر لا زال مفتوحا، لكي تواصل عطاءك وجهادك وطموحاتك، إلا أن القدر المحتوم لم يمهلك، فلبيت نداء ربك وغادرت دنيا العناء والنصب والألم والبلاء والشقاء. الخاطرة الثانية: يا أبا جعفر، أيها الحبيب الراحل، عرفتك منذ أيام الهجرة في النجف الأشرف، عرفتك منذ أيام الهجرة في النجف الأشرف، وعشت معك زمنا طويلا. ربما ها
هجمت علينا حوادث الدهر، ربما هجمت علينا حوادث الدهر الخؤون، فباعدت بيننا في بعض الأزمنة، وربما طالت، إلا أن ذلك ما كان قادرا أن يفصل بيننا. كون العلاقة مصبوغة بصبغة إيمانية روحية متأصلة، وما كانت علاقة طارئة تحكمها مصالح دنيا زائلة وأغراض حياة فانية، كانت علاقة مشدودة إلى الله، كانت علاقة مشدودة إلى الله، وكانت علاقة مؤسسة على الحب في الله، وكانت علاقة صاغتها قيم السماء، وكانت علاقة جذرتها أهداف الرسالة. فلا تقوى كل عوامل الأرض أن تفرقها، ولا تقوى كل أغراض الدنيا أن تنال منها، بل لا يقوى حتى الموت أن يضعف وهجها. فها أنت يا أبا جعفر قد فارقتنا، فها أنت يا أبا جعفر قد فارقتنا، وها أنت قد غيبت في الثرى، أتراك قد فارقت ذاكرتنا؟ أتراك قد فارقت ذاكرتنا؟ أتراك قد فارقت عقولنا؟ أتراك قد غادرت قلوبنا، أرواحنا، وجداننا، مشاعرنا؟ أتراك قد غادرت كل واقعنا؟ لا أيها الحبيب الراحل، أنت باق في كل عقولنا، وفي كل وعينا، وفي كل ذاكرتنا، وأنت باق في كل قلوبنا، وفي كل أرواحنا، وفي كل وجداننا، وفي كل مشاعرنا، وأنت باق في كل واقعنا، وأنت باق في كل خطوة من خطوات هذا الدرب الطويل. الخاطرة الثالثة: يا أبا جعفر، أيها الحبيب الراحل، ما عساني أقول فيك؟ عرفتك عالما فاضلا، عرفتك عالما فاضلا، قطعت مراحل دراستك الحوزوية بكفاءة وجد وإخلاص، وأصبحت أستاذا حوزويا مؤهلا، درس على يديك أعداد كبيرة من طلبة العلوم الدينية، وبذلت كل جهدك في التحصيل العلمي وفي الدرس والتدريس، وحضرت دروس الخارج على يد عدد من أعاظم الفقهاء، ولو استمر مشوارك الحوزوي أكثر لوصلت إلى مراتب عالية في سلم التحصيل العلمي. عرفتك عالما ربانيا، عرفتك عالما ربانيا، تحمل درجة عالية من الإخلاص، ودرجة عالية من الروحانية، ودرجة عالية من الذوبان في الله، ودرجة عالية من التقوى والورع، ودرجة عالية من الحراك والنشاط والعطاء، ودرجة عالية من التفاني في خدمة الدين. هذه مقومات العالم الرباني، هذه مقومات العالم الرباني الذي يطلب بعلمه الآخرة ولا يطلب بعلمه الدنيا.
جاء في أصول الكافي لثقة الإسلام الكليني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. وجاء في أصول الكافي أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال يعني بالعلماء من صدق فعله قوله، ومن لم يصدق قوله فعله، ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء قال: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العلم ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الحنظل أمر من الصبر، إياي يخادعون وبي يستهزئون، لأمتحنن لهم فتنة تذر الحكيم حيرانا. الخاطرة الرابعة: يا أبا جعفر، أيها الحبيب الراحل، ما عساني أن أقول في إيمانك وفي أخلاقك، وقد عرفتك صلب الإيمان، نقي العقيدة، صادق الولاء والحب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وللأئمة الأطهار، ولأمهم الصديقة الزهراء، ولكل الذرية الطاهرة. عرفتك مخلصا لدينك وإسلامك ومبدئك، عرفتك نموذجا راقيا في الخلق، في النبل، في الطهر، في الصفاء، في الحب، في الوفاء، في الطيب، في الصدق، في الأمانة، في الأريحية، في البشاشة، في الابتسامة النقية، في الدعابة العذبة. الخاطرة الخامسة: يا أبا جعفر، أيها الحبيب الراحل، عرفتك عاملا نشطا في خدمة دينك وفي أداء مسؤولياتك، مارست إمامة الجماعة، وعطت وأرشدت، علمت وربيت، أوصلت الكلمة الناصحة والكلمة الموجهة، احتضنت حوزة علم وفقه، بذلت جهدك، قدرتك، علمك، ثقافتك لتقرب الناس إلى نهج الله وتضع الناس على درب الإيمان. هكذا حملت هم الإسلام والدين، وهكذا كنت الغيور من أجل المبدأ والعقيدة، وهكذا كنت واحدا من أعمدة العمل الرسالي في هذا البلد، وهكذا أعطيت الكثير الكثير مما أفاض الله عليك من العلم والفقه والمعرفة، ومما منحك من فيوضات ربانية وعطاءات إيمانية وإشراقات روحانية وكمالات أخلاقية. وهكذا كنت العالم المعلم، فكما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم عن الأجود الأجود؟ الله هو الأجود، وأنا أجود ولد آدم، وأجودكم من بعد رجل،
رجل علم علم الناس علما فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة، ورجل جاد بنفسه لله عز وجل. يا أبا جعفر، الخاطرة السادسة. يا أبا جعفر أيها الحبيب الراحل، لقد عرفتك ذائبا في هموم الناس، لقد عرفتك ذائبا في هموم الناس، تفرح حيث يفرحون وتحزن حيث يحزنون، تتفقد حاجات الفقراء والبؤساء والمحرومين، وربما مرت عليك ظروف صعبة فكنت تتألم حيث لا تجد ما يسد هذه الحاجات. كان الناس يقصدونك، يأملون أن تخفف شيئا من معاناتهم وشيئا من مما فيهم، وتتألم وتبكي حيث لا تستطيع أن تسد جوعة جائع وظمأ ظامئ وحاجة محتاج. هكذا كنت القلب الكبير، هكذا كنت القلب الكبير الذي احتضن هموم الناس وعاش آلامهم وأوجاعهم، وسعى جادا في قضاء حاجاتهم وفي التخفيف من كل معاناتهم ومن كل أوجاعهم. الخاطرة السابعة. يا أبا جعفر أيها الحبيب الراحل، وماذا عن حضورك في قضايا هذا الوطن؟ وماذا عن حضورك في قضايا هذا الوطن؟ كنت الحاضر في كل قضايا الوطن، كنت مع رفاق دربك، كنت مع رفاق دربك من العلماء الذين حملوا هموم هذا الوطن وهموم هذا الشعب، وواجهوا من خلال خطابهم المعتدل كل أشكال التطرف والعنف والإرهاب، ورفضوا كل ألوان التعصب والكراهية وكل ما يؤجج الصراعات والعداوات والفتن الطائفية. نعم كنت ورفاق دربك، نعم كنت ورفاق دربك من العلماء دعاة محبة وتسامح ودعاة وحدة وتقارب، وما كنت وصحبك من العلماء الكرام صناع فتنة، وما كنت وصحبك من العلماء الكرام صناع فتنة وصناع كراهية وصناع عصبية وصناع فرقة. وسوف يبقى خطاب العلماء داعيا إلى معالجة قضايا هذا الوطن بالحكمة والموعظة الحسنة، وسيبقى هذا الخطاب داعيا إلى حوارات صادقة وجادة وهادفة، وسوف يبقى هذا الخطاب مؤسسا لخيارات بصيرة، وسوف يبقى هذا الخطاب مؤسسا لخيارات بصيرة وصائبة ورشيدة، وسيبقى هذا الخطاب حارسا أمينا للدين والوطن ولكل ما يحقق الأمن والأمان والخير والصلاح، وسيبقى هذا الخطاب خطابا يدعو إلى المحبة والتسامح، ويدعو إلى التقارب والتآلف، ويدعو إلى التعاون على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان، ويدعو إلى العدل والإنصاف، ويدعو إلى الصلاح والإصلاح، ويدعو إلى الرفق والاعتدال، ويدعو إلى المثل والقيم. هذا هو مسار خطابنا الديني، هذا هو مسار خطابنا الديني، والخطاب دينيا كان أو ثقافيا أو سياسيا حينما ينحرف عن هذا المسار تنحرف الرؤى والأفكار، وتنحرف المثل والقيم، وتنحرف الأفعال والممارسات. مما يؤسس لانتشار الفتن
والخلافات والصراعات، ويؤسس لإنتاج الأزمات والتوترات، ويؤسس لغياب الأمن والأمان. فما أحوج الأوطان إلى الكلمات الخيرة، بشرط أن تتحول هذه الكلمات أفعالاً وممارسات خيرة، وإلا كانت خطابات استهلاكية وخادعة وكاذبة وفاقدة لأي مصداقية، مما يشكل عبثاً بعقول الناس وبقناعاتهم وبتوجهاتهم وبمشاعرهم وبعواطفهم وبأهدافهم وبتطلعاتهم وبكل قضاياهم، ومما يشكل كارثة على كل الواقع الديني وكل الواقع الثقافي وكل الواقع السياسي. فالأوطان تتجه نحو الخير والبناء حينما يكون خطاب المنابر الدينية خطابا خيرا وبناء. فالأوطان تتجه نحو الخير والبناء حينما يكون خطاب المنابر الدينية خطابا خيرا وبناء، وحينما يكون خطاب المنابر الثقافية خطابا خيرا وبناء، وحينما يكون خطاب المنابر السياسية خطابا خيرا وبناء. هذا الخطاب الخير البناء هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالكلمة الطيبة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة عطاؤها طيب، عطاءاتها طيبة، تملأ الحياة خيرا وهدى وصلاحا وطهرا ونقاء وجمالا وبهاء وعلما ورشدا وبصيرة ونورا وحبا وتسامحا ووحدة وتآلفا وقوة وثباتا وأملا ورجاء. وهناك الكلمة الخبيثة، وهناك الكلمة الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالكلمة الخبيثة سيئة، خذرة، شاطقة، ساقطة، ضارة، تملأ الحياة شرا، فسادا، عبثا، سوءا، قبحا، خذارة، جهلا، ظلاما، خيانة وضلالا، زورا، كراهية وعصبية، صراعا ورعبا وغدرا وعنفا وتطرفا وإرهابا وقتلا وفتكا ودماء. من هنا حرص العلماء الأوفياء لدينهم ولأوطانهم ولشعوبهم، وفقيدنا الكبير واحد منهم، أن يعتمدوا في خطابهم الكلمة الطيبة، وأن ينأوا النأي كل النأي عن الكلمة الخبيثة. وأختم كلمتي بقولي: يا أبا جعفر أيها الحبيب الراحل، نم قرير العين، نم قرير العين في جوار رب كريم، فأبناؤك جعفر وإخوته على دربك السائرون، فأبناؤك جعفر وأخوته على دربك سائرون، يواصلون المشوار بكل جد وصدق وإخلاص ووفاء، مجسدين قيمك ومثلك وأخلاقك، معتمدين نهجك وخطاك، مترسمين أقوالك وأفعالك، وسوف يكونون الأوفياء لرسالتك وأهدافك، هكذا علمتهم وهكذا صنعتهم. أيها الأبناء الأوفياء، لا أشك أن العبء ثقيل والدرب طويل والمسؤولية شاقة، إلا أن إيمانكم الكبير ووفاءكم الصادق وعزائمكم الراسخة وطموحاتكم الجادة
سوف تثبت أقدامكم على هذا الدرب إن شاء الله. وأما أنتم يا أبناء السترة الأوفياء، وأما أنتم يا أبناء السترة الأوفياء، فسترة بلد الفقهاء والعلماء والأدباء والمثقفين، فاحفظوا هذا التراث العظيم، فاحفظوا هذا التراث العظيم، وجذروا هذا الانتماء المشرف، وكونوا الورثة الصادقين لهذا المسار. مسؤوليتكم، وخاصة أصحاب الكفاءات العلمية والثقافية والأدبية، أن تحافظوا على الأصالة التاريخية لهذا البلد، أن تحافظوا على الأصالة التاريخية لهذا البلد. شكلوا لجانا علمية متخصصة، احتضنوا القدرات والكفاءات، حافظوا على الحوزات، جذروا في ذاكرة أجيالكم وفي وجدان أجيالكم وفي وعي أجيالكم وفي سلوك أجيالكم وفي حركة أجيالكم هذا التأريخ الأصيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.